يا استاذ فارس من فضلك. لا مؤاخذة يا استاذ، لا مؤاخذة بيه، كمل مع حد من تلامذة الاستاذ بره، الاستاذ مش فاضي. يلا يا بيه انت لسه هتسأل؟ يلا يا بيه، يلا يا بيه الاستاذ مش فاضي. اتفضل يا بيه، اتفضل يا حبيبي. حاجة غريبة جدا. اتجننت يا فارس؟ جاي مكتبي تهزر؟ وده شكل واحد جاي يهزر. أنا جاي لك بخصوص أهم اتنين زباين عندك، أولهم زينة وهاني. أنا جيت لحد عندك وحذرتك، عملت لي فيها شجاع السيبة. معادي معادي للادي. مشكلتك شوف هتقول له إيه؟ هقول له اللي هو عايزه كله. ولو عايز علاء راجع متكتف في الشوال هجيبه له كادو من غير ولا مليم. يا ولا ده الأدب والقناعة دي كلها. اللي يلزمني عندك مش عنده أنا نظيم بيه. تاني أهم زبون أيمن بيه واصل. كام؟ سحب شغله كله من عندي من حوالي 6 شهور. بس مفيش حاجه بتضيع من مكتب نظيم بيه رفعت، ده احنا تلامذتك الملفات كلها متستفه لحد ما نحتاجها ودينا محتاجينها. ما حذرته وهو اللي ما سمعش كلامي. عمل اللي فيه قلبه ميت وبيحب المخاطره وادي النتيجه. مختفي فين بقاله 3 ايام؟ وانا بقول لك على خط سيره. انا بقول لك النتيجه الفضايح اللي حصلت له في التكشوف والجرايد. هو كان يعرفني؟ ايمن واصل كان يعرفني نظيم بيه؟ يمكن جت سيرتك مرة أو مرتين زمان لما كان هيتجوز حسنة، لكن بعدها لا لا ما أعتقدش. أصل أنت كنت في دايرة وهو في دايرة ما بتتقابلوش. غريبة، مع إنه جه المكان اللي أنا بسهر فيه ليلة ما اختفى. تفتكر كان جاي لي؟ المفروض أنا اللي أسألك السؤال ده. طيب ماشي، بص نظيم بيه، علاء راجع قصاد أيمن واصل. ولو قلت لك ما اعرفش؟ نظيم بيه ما يعرفش حاجه اسمها ما اعرفش. دلني على اي خيط، اسم، عنوان، رقم تليفون، اي حاجه امشي وراها. بس يا ريت لو تلحقني قبل ميعادي مع التوالي الليله دي. رقمي معاك يا بابا، يبقى اديني الو. السلام عليكم. خير يا فارس؟ في ايه؟ انا اسف يا حسنه، ما كنتش اعرف ان اختك تعبانه. الف سلامه عليها. الله يسلمك، مكالمتك قلقتني. ما تقلقيش، انا اللي المفروض اقلق. مش فاهمه يعني ايه حسنه. هو عمر جوزك جاب سيرتي قدامك بالذات في الفتره الاخيره؟ ايه السؤال الغريب ده؟ طيب ما قالش ان احنا اتكلمنا، اتصلنا ببعض في التليفون لاي سبب من الاسباب؟ لا طبعا ما حصلش. متاكده؟ زي ما انا متاكده انك واقف قدامي دلوقتي.